في إطار العمليات الأمنية التي تقوم بها مصالح أمن تطوان بشكل مسترسل من أجل إيقاف المبحوث عنهم ومحاربة جميع مظاهر الجنوح بشتى تجلياتها، خاصة ترويج المخدرات والاتجار فيها، باشر عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان نزلات صباحية استهدفت عددا من الأحياء المتفرقة بالمدينة، أسفرت عن إيقاف عدد مهم من المبحوث عنهم في قضايا الاتجار بالمخدرات القوية وحجز كميات من الممنوعات ومحجوزات أخرى. ووفق مصدر أمني فقد مكنت معلومات دقيقة من إيقاف عضوين في شبكة إجرامية متخصصة في ترويج المخدرات القوية والسرقة بالعنف بحومة زريعة، ويتعلق الأمر بالمدعوين مرطلة وعبو ينحدران من مدينة تطوان، ويشكل الأول موضوع 11 مذكرة بحث، والثاني 7 مذكرات تتعلق جميعها بالاتجار في المخدرات القوية بصنفيها الكوكايين والهيروين، وكذلك السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض. وعند إخضاعهما للتفتيش الجسدي تمكن عناصر الشرطة من حجز 37 لفافة من الهيروين ومبلغ مالي، بالإضافة إلى سلاحين أبيضين من الحجم الكبير. وبإجراء تفتيش بغرفة يكتريانها تم حجز 3 هواتف نقالة وقناع بلاستيكي. وفي عملية موازية وبحيث ديال البهروري، يضيف المصدر ذاته، أوقف عناصر الشرطة القضائية شخصين مبحوثا عنهما من أجل ترويج المخدرات القوية، حيث يشكل أحدهما موضوع 3 مذكرات بحث والآخر موضوع مذكرة بحث واحدة. وبحي كرة سبا تمكنت فرقة ثالثة من إيقاف المدعو سيمو القصري المبحوث عنه من أجل الضرب والجرح الخطيرين بواسطة السلاح الأبيض، وبإخضاعه لتفتيش دقيق تم العثور بحوزته على 12 أنبوب من لصاق سيليسيون و18 قاسمة من مخدر الكيف ممزوج بالطابة، وسلاحين أبيضين من الحجم الكبير أحدهما عبارة عن سيف، بالإضافة لهاتفين نقيلين حجزا لفائدة البحث. وأكد ذات المصدر أنه بتعليمات من النيابة العامة وضع الموقوفون جميعا تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معهم.